دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، معانا على التليفون، ودايما بنحب ناخد المعلومة من صاحب المصدر. دكتور منار بصبح على حضرتك أكيد أنا وكريم، وعايزين نطمن من حضرتك على أحوال الويك إند بقى، هتبقى عاملة إزاي، خصوصا كمان موضوع الشبورة. إحنا يمكن كان إمبارح في شبورة شوية شديدة على الطرق في الساعات يعني الأولى من صباح اليوم، خلينا نعرف من حضرتك، تفضلي. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. احنا طبعا بنشهد خلال هذه الايام استقرار في الاحوال الجويه، وده المتوقع يكمل معانا خلال فتره الاجازه وكمان دي بدايه الاسبوع القادم. ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره خلال فتره النهار، لان احنا بنتاثر بوجود مرتفع جوي على سطح الارض مع كتل هوائيه بين الجنوبيه الغربيه والجنوبيه الشرقيه، فده بيخلينا نحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحراره، خاصه كمان مع سطوع اشعه الشمس، فبنحس بالدفء والاجواء المعتدله فترات النهار. لكن فترات الليل فور غياب اشعه الشمس تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. طبعا بخصوص الشبوره المائيه، يمكن دي الظاهره الجويه اللي هتبقى مؤثره معانا خلال الايام القادمه، وهتكون كمان كثيفه في بعض الايام وفي بعض المناطق، فنخلي بالنا من وجود الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع تكون الشبوره المائيه بتكون في الساعات المتاخره من الليل وفي السماء، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وتستمر حتى الساعه 7 صباحا مع شروق الشمس، تبدا الشبوره المائيه في التلاشي. وزي ما بناكد مع يوم الجمعه والسبت، كثافه الشبوره المائيه هتزيد وهتبدا تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، فهنا هنحذر قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهتمام، نتبع كافه تعليمات المرور اثناء تكون الشبوره المائيه. كمان مش عاوزين ننخدع في فترات الدفء فتره النهار ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير، محافظين على الملابس الشتويه على الاقل تكون خفيفه خلال فترات النهار، معانا جاكيت خلال فترات الليل لو حسينا اكثر بانخفاض درجات الحراره نرتدي. كويس جدا، يعني مهم قوي ان حضرتك برضو اكدتي على موضوع الشبوره الفتره اللي جايه، عشان لو حد مسافر او حاجه يعني يتفادى الساعات اللي هي هتكون فيها شبوره تحديدا، علشان بتبقى صعبه قوي برضو السواقه في الفتره دي تحديدا. بشكرك جدا دكتور منار على هذه المعلومات.